بإذن الله تعالى. أيضا عندنا ويانا شيخ إسلام، السلام عليكم. شلون تشوف الخدمة اليوم في مسجد المحسن الشهيد عليه السلام؟ الخدمة اليوم عظيمة، ومن الآن بدأت روح عاشوراء، يعني مشاعر عاشوراء والحزن، وفي هذه أرض فدك الصغرى يعني اليوم مشاعر عظيمة، وبدأنا بالخدمة إن شاء الله، وسيزداد هذا الجو الحسيني إن شاء الله يوما بعد يوم. وتقرب منا العشرة لعاشور، تقربت منا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أنا أراكم ما زلتم باللباس العسكري الانضباطي للتهيئة لمراسم تغيير علم خدام المهدي عليه السلام من العلم الأزرق للعلم الأسود، طبعا في الحادي من محرم بإذن الله تعالى. طبعا فهذا يبين أنكم جادين في التدريبات إن شاء الله. نعم، صارنا نتدرب يعني منذ أشهر، ولو كان الأمر بيدي لألبس هذا اللباس من الآن إلى أن يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن في استعداد للإمام إن شاء الله تعالى، ونتدرب كل يوم، نتدرب روحيا وجسديا ومهما استطعنا يعني من التدريبات. شكرا لك، شكرا لك إن شاء الله. شلون سنة بعد سنة نصيح أرواحنا فداك، يا ليتنا كنا معكم ونتعب في هذا العمل البسيط، ونصيح أرواحنا فداك يا أبا عبد الله الحسين، لا يجوز أن نتعب في هذا العمل البسيط، وأن نحن إن شاء الله في الاستعداد لمولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن شاء الله نجاهد صباحا ومساء لكي نستعد لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكي نجاهد بين يديه كما جاهدوا أصحاب الحسين عليه السلام بين يدي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. حسنتم، بارك الله فيكم. إن شاء الله غاية تمت بإذن الواحد. إن شاء الله. غير حسين ما عندنا وسيلة، إحنا غير حسين ما عندنا وسيلة. يا أبا عبد الله. والدلوب هواي جفت الثقيلة، وإحنا غير حسين ما عندنا وسيلة. هؤلاء هيئة خدام. الله أكبر، الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، الله أكبر. نبارك لكم عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير. أعزائنا المشاهدين، هذا نقل لوقائع أداء صلاة عيد الفطر السعيد من مسجد أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، الحسن والحسين وعلي ومحمد، وآت أمنية عسكرية نزيهة وصارمة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه فورا بلا تعديلات وبلا تعطيل. See.
الله.